خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 4 اتفاقيات تمويلية ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 37,800 شهيد. نشرة الرابعة تأتيكم من النيل للأخبار والفضائية المصرية، أهلا بحضراتكم. أهلا بكم، ونبدأ الأخبار بعد هذا الفاصل. الأخبار بالتفصيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة، حيث أكد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية التي توجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة، تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، ومجددا تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة. ومن جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أنه تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. الوعود تتحول لأفعال في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، مؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، وهو ما أكده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة الافتتاحية. لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة وسط أزمات دولية وإقليمية متعاقبة. يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة.
يأتي هذا فيما وجهت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية شكرا لمصر حكومة وشعبا على ما تم إنجازه من إصلاحات خلال الفترة السابقة، ووعدت بأن أوروبا ملتزمة بتنفيذ وعودها تجاه مصر ومساعدتها لتحقيق طفرة اقتصادية شاملة. نحن ملتزمون بالتعهدات التي ذكرناها منذ 3 شهور والتي تنص على الآتي: أولا، المزيد من المساندة المالية، ثانيا، المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، وثالثا، المزيد من المهارات للعمالة المصرية. بالنسبة للنقطة الأولى، في مارس أعلنا حزمة تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع على الاتفاقية التي تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلي، والتي من شأنها أن تدعم جدول أعمال الإصلاح المصري، وهذه الإصلاحات سوف تعزز من بيئة الاستثمار وتجذب المزيد من المستثمرين وتخلق فرص عمل أفضل في مصر. ثانيا، with our strategic partnership, مع الشراكة الاستراتيجية قررنا أن يكون هناك أيضا ترفيع لاستثماراتنا في مصر، والآن يمكننا أن نحرك ونعبئ المزيد من الاستثمارات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وسوف توجه إلى القطاعات الاستراتيجية التي تعرفنا عليها سريا في مارس الماضي. وبحسب المراقبين، فإن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، بما يسهم في زيادة مستوى تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية ويحقق الرفاهية والأمن والاستقرار للشعوب والدول المتجاورة. شريف رضوان، النيل للأخبار. قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو. ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار في اللوجستيات والموانئ.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بيئة الاستثمار في مصر آمنة ليس بقدرة مؤسسات الدولة ولكن بإرادة الشعب المصري. وشدد الرئيس السيسي في مداخلته خلال الجلسة النقاشية ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على أن التحديات التي واجهت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى اليوم تحديات ضخمة، وهي اختبار نجح فيه المصريون ويؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة. تحية خاصة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري خلال جلسة الإصلاح الاقتصادية على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. السيسي أكد أن الشعب نجح في مواجهة تحديات ضخمة منذ عام 2011 جعلت من بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة. الشعب المصري شعب قوي صامد، تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا في بعضها هو مش مسؤول عنها على الإطلاق، زي ما حصلت في أزمة الكوفيد 19 والحرب الروسية وحرب غزة، وليها تداعيات اقتصادية على كل اقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري بطبيعة الحال، ولكن تحمله لها، واللي أنا بشكره بوجه له الشكر ليها على هذا التحمل، ده أكبر ضمانة للاستثمار للمستثمرين المصريين والأجانب. وإحنا زي ما ذكر خلال العشر سنين اللي فاتوا من 2014 لغاية النهاردة كنا حريصين على أن إحنا نؤهل الدولة المصرية أن يكون فيها بنية أساسية متطورة بشكل يتيح انطلاق استثمار حقيقي وصناعة حقيقية في المجالات المختلفة. ويمثل تعزيز دور القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر. مهم أن احنا نؤكد أن احنا ننظر إلى القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وعشان كده الدولة وضعت عدد من السياسات والإجراءات، عدد من التشريعات، وأيضا مجموعة من الاستثمار الكبير اللي قمنا به في البنية التحتية عشان يكون محفز للقطاع الخاص للاستثمار. بدورها أشادت المفوضية الأوروبية بشراكتها الاستراتيجية والشاملة مع مصر. شراكتنا الاستراتيجية والشاملة لم تزل في مستهل أيامها، ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات قيمة 5 مليار يورو موجهة للاقتصاد الكلي، ونبدأها بمذكرة تفاهم بقيمة 1 مليار يورو. وأكدت مصر أن العلاقة الاستراتيجية بينها وبين الاتحاد الأوروبي قد شهدت تطورا كبيرا. في خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 6 مليار دولار موجه للقطاع الخاص، وهنا التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة، ونحط خط كبير جدا تحت ميسرة لأنها أقل من تكلفة السوق. ويؤكد المستثمرون أن السوق المصرية الجديدة جاذبة للاستثمار في كلا القطاعين التقليدي والتكنولوجي. النهاردة للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر ممكن نقسمها لفرص في الاقتصاد القديم وفرص في الاقتصاد الجديد. بالنسبة للاقتصاد الجديد أنا متحيز جدا للقطاع التكنولوجيا في مصر، وشايف أن في فرص كبيرة سواء في البنية التحتية زي مراكز البيانات وغيرها، أو في الشركات الناشئة، شركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخدمية. وعلى مدار يومين تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان مصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر. محمود العزالي، النيل للأخبار. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التوقيع على 4 اتفاقيات تمويلية ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار الأوروبي. ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي.
وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام من 2021 وحتى 2027، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو ل15 دولة، حيث سيساهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية والثقافية والتحول الرقمي والزراعة والأغذية الزراعية والاقتصاد الأزرق والدائري والتعليم والتدريب والطاقة والبناء الأخضر. يا سادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، يعني تعليقك على تصريحات دكتورة هالة السعيد وأيضا وزيرة التعاون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبي. بالفعل هي علاقات وثيقة ممتدة تاريخيا وازدادت زخما خلال الفترة الماضية، وتوجد طبعا بالتوقيع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي على توقيع الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، واعتقد النهارده اكبر يعني دليل على نجاح هذه الشراكة ان في اقل من 3 شهور منذ توقيع على هذه الاتفاقية وتوسيع العلاقات الاستراتيجية، النهارده بنشهد قمة اعتقد ان هي مهمة جدا، هي قمة الاتحاد الاوروبي مع مصر. في مصر بتستضيف رجال الاعمال والدول الاتحاد الاوروبي والمستثمرين اجمعهم في مصر لاقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر حاليا، واعتقد ان هذه انعقاد هذه القمه في هذا الوقت يعني المتميز، يعني بنقول الوقت اللي بيمر بالعالم بمزيد من الازمات، اعتقد ان هي رساله ثقه تمثل العالم اجمع ان الاقتصاد المصري قدر يغير النظره اللي كانت موجوده منذ 2013 في يعني بنقول يعني خطوه جيده جدا بتثبت ان الاستباقيه والاراده الحقيقيه اللي كانت لدى القياده السياسيه والتفاف الشعب حول قيادته اثبتت نجاحه من خياره النهارده النظره العالميه للاقتصاد المصري. حتى في ظل الازمات الممتده عالميا ما زالت مصر قادره على اقتناص الفرص، ويمكن مصر اللي عامها الخامس هي تتصدر اولى الدول في القاره الافريقيه الاكثر جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر، وبالنهارده بتتوج هذه الارشادات بانعقاد هذه القمه واستضافه اكثر من 1000 مستثمر اوروبي في داخل هذه القمه يبحث عن الفرص العديده والمتنوعه، ويمكن خلينا نقول الفرص اللي اصلا بتطلق عليها بتسلط عليها الضوء في خلال هذه القمه المختلفه فيها الجديده المتجدده كافه قطاعات الاقتصاد الاخضر المشروعات، كل خلينا نقول ان كل هذه المشروعات اللي بيتم تسليط الضوء عليها هي مشروعات يمكن قامت بها الدوله خلال السنوات القليله الماضيه باستثمارات حكوميه، واتاحت الفرصه النهارده للقطاع الخاص ان يزيد مشاركته باعتبار ان القطاع الخاص هو الاقدر والاقدر على اداره هذه المشروعات، واعتقد ما فيش ابلغ مما شاهدناه من توقيع اتفاقيات في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والانتاج الهيدروجين والطاقه الجديده والمتجدده واستغلال الموارد والتصنيع الغذائي، كل هذه الامور طبعا بتقول ان مصر بتتغير اقتصاديا الى الافضل باذن الله. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.
تواصل طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني بالتعاون مع عدد من الدول وإنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين. يأتي ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي بإنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في تجدد لقصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم 67 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي، واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس، وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على منازل غرب مخيم النصيرات وحل تل الهوى وحي الشجاعية، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وقد أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان. وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ونظيره في جنوب السودان خلال استقبال المساعدات أن هذه الجهود تأتي في ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين والتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.
كان في استقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد بال مايدينغ وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان والسفير المصري وملحق الدفاع المصري بجمهورية جنوب السودان. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن هذه الجهود تأتي في ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين. طبعا احنا سعداء جدا النهاردة في وجودنا عند اخواتنا في جنوب السودان، بنحمل رسالة كهدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اخيه فخامة الرئيس سلفا كير، معونة للشعب الجنوب السوداني في اخواتنا واخواتنا هنا اللي تضرروا من الفيضانات. وخلال الزيارة ان شاء الله هنشتغل على بعض المشروعات كأبار مياه جوفية لإخواننا في جنوب السودان، مشروعات حصاد للمياه الأمطار، مشروعات للتنبؤ بالفيضانات لحماية أهالي المناطق اللي بتتعرض للفيضان، والعديد من المشروعات الأخرى اللي إن شاء الله تكون خير على إخواننا وأهالينا في جنوب السودان. من جانبهم أعرب مسؤول جمهورية جنوب السودان عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا. We are happy to be and delighted to receive from the sister Republic of Egypt a donation directly from His Excellency President Sisi to his brother Salva Kiir Mayardit, and this donation consists of humanitarian relief assistance comprising of food items, medicines and tents. South Sudan has been in a situation of continuous drought and flood recently. Our sisters, our country and Egypt has always been a continuous cooperation, and Egypt has stood very much always with the people of the Republic of South Sudan. We are very much thankful and grateful to our friends in Egypt. This is not the first time I've stated before that we have been always standing supporting the Republic of South Sudan. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية. احتفلت القوات المسلحة بالعيد 54 لقوات الدفاع الجوي، ويواكب الاحتفال ذكرى بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970. هيبة سماء مصر وأمنها هي مهمتهم، فلا يستطيع كائن من كان أن يعكر صفو سمائنا. فمهما بلغت التحديات، درع مصر وحصنها دوما قادر على الصد في أصعب الأوقات. إنهم رجال الدفاع الجوي. احتفلت القوات المسلحة بالعيد 54 لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970. وبهذه المناسبة عقد اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوي يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص، واضعين نصب أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، موجها التحية لأبطال ومقاتلي الدفاع الجوي الأوائل. نحتفل اليوم بالذكرى 54 لعيد الدفاع الجوي إعلانا بالوفاء والإجلال للشهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوي الذين ضحوا بالغالي والنفيس حتى تعلو راية الوطن خفاقة. ففي مثل هذا اليوم تمكنت تجمعات الدفاع الجوي ولأول مرة من إسقاط 12 طائرة فانتوم، واتخذت قوات الدفاع الجوي يوم 30 من يونيو عام 1970 عيدا لها لتسطر قوات الدفاع الجوي أروع الصفحات وتضع اللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم
للجيش المصري خلال حرب أكتوبر 73. وأشار إلى ما تملكه قوات الدفاع الجوي من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لرجال الدفاع الجوي المرابطين في كافة ربوع الوطن، متحملين مسؤولية الدفاع بإخلاص واقتدار عن سماء الوطن، لا فرق عندهم بين سلم وحرب. أبنائي من قوات الدفاع الجوي، كونوا على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بكم، مستفيدين من دروس الماضي ومسلحين بخبرات الحاضر، واضعين نصب أعينكم مخاطر المستقبل التي تتطلب التحديث والتطوير لبناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب. وقدم اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية على الدعم المستمر لتطوير القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي بأن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين العهد، مستمرين في التطوير والتحديث لنحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها. حفظ الله مصر وحفظ جيشها ووقاها وشعبها شر الفتن. لازلنا محليا، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي التاريخ والفيزياء، حيث تباينت آراء الطلاب في كل من المادتين من حيث الأسئلة. ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سرعة إعداد تقرير لجنة فنية محايدة حول مطابقة ورقة الأسئلة بنموذج الإجابة، وأكد أن مصلحة الطالب على رأس الأولويات من خلال عملية التصحيح. على غير المتوقع جاءت مادة التاريخ غير مرضية لطلاب الشعبة الأدبية، فالطلاب خرجوا من لجان الامتحان غاضبين من طول الأسئلة. التاريخ سهل، بس في كام سؤال كده مستويات عليا محتاج تفكير، و يعني والامتحان متوسط يعني مش صعب قوي زي ما بيقولوا. التاريخ الامتحان كان جميل قوي وما كانش زي ما هو متوقع، بس هو كان بس عايز شويه وقت، لان هو في الاسئله عايزه شويه تفكير وكده، لكن هو الامتحان كان تمام وكان زي الفل. لم تكن ماده الفيزياء لطلاب الشعبه العلميه والرياضيه على احسن حال، فالطلاب ايضا اشتكوا من طول الاسئله وأنها كانت فوق مستوى قدراتهم الفكرية. الامتحان بصراحة يعني هو كان إيه؟ هو كان صعب نوعا ما، وحاسس إن هو كان محتاج وقت زيادة، لأن كان في أسئلة كتير محتاجة تفكير يعني. هو الامتحان فيزياء كان في أسئلة فيه صعب قوي، يعني في بتاع 10 أسئلة كانوا مستواهم عالي قوي، وأغلبية الأسئلة كانت مستوى متوسط، والحمد لله يعني كانت الدنيا تمام. بس كان الوقت قليل، البابل شيت بيضيع الوقت، تصديق البابل شيت بيضيع الوقت، عايز نص ساعة تاني، ده الكلام ده في كل المواد، البابل شيت ده بيضيع الوقت. يعني كان صعب شوية، بس في تريكات كذا تريكات، بس الحمد لله حلينا يعني كويس. الامتحان كان يعتمد على الطالب الذي ذاكر المنهج حق المذاكرة. الوزارة من جانبها أسرعت في الرد على ما جاء بمادتي الامتحان بأنها في انتظار التقرير الفني لواضع الأسئلة. وتتواصل أعمال امتحانات الثانوية العامة وسط تباين آراء الطلاب من مادتي التاريخ والفيزياء. محمد محروس، النيل للأخبار. وختام أخبار الرابعة تذكير بأهم العناوين. خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 4 اتفاقيات تمويلية ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 37,800 شهيد. ختام النشرة، شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.